السبب الأساسي لتكوين الجير غسيل الأسنان بطريقة خطأ أو عدم غسيل الأسنان، إهمال تمام. الأسنان أصلا، بغض النظر عن الناس اللي عندها أمراض أصلا بتساعد على ترسيب الجير، بس الأساس غسيل الأسنان. طول ما أنا باكل وفي طبقات أو فضلات أكل بتتراكم جنب اللثة، أنا عندي اللثة بالشكل تمام الأقواس، الأكل بيتراكم بمحاذاة اللثة، تمام مجرد إن هو تراكم وأنا سبته زي ما هو، أنا عندي بكتيريا موجودة طبيعي في البق وموجودة في الجسم كله، تمام ووقت ما تلاقي الفرصة بتستغل الوضع، أنا عندي أكل موجود، طب أتعب نفسي ليه؟ تقوم محللة الأكل ده ومطلعة السموم بتاعتها. السموم دي تعمل إيه؟ تساعدها تعمل طبقة لزجة تلزق على السنة وتزيد تتكاثر، فتزيد أعدادها شوية بشوية. أنا أهملت الطبقة أكتر فأكتر فأكتر، وهيلاحظ العيان إن هي بتبقى عاملة ستيكي كده أو عاملة زي الجبنة في تمام بدايتها، بداية أول كام شهر. بعد ما يعدي سنين عليها هتلاقي الطبقة دي بقت كلسية، بقت متحجرة، تمام والعيان لما يحس بلسانه هيلاقي فيه طبقة ناعمة ويقول لي يا دكتور ما فيش حاجة، ده لون بس لدرجة ان هو لما بينظف بعد كده بيقول لك لا ده انا مش متعود على الاسنان الطبيعية كده، نفسه بس، الجير يرجع تاني. تمام وبيعمل فراغات بعد تنظيف الجير، تمام فعلا العيان بيكون متعود على بيتعذب. ملمس الجير ولسانه خد على الملمس ده، فلما بس بتنظف له تقريبا فوجود الجير مع وجود البكتيريا، انا بوصفها بوصف بسيط للعيان، بقول له الجير ده عامل بالظبط زي برج الحمام، يعني تمام انا عندي حفر حفر حفر، انت شايفه ناعم بس هو من جوه خشن، كله حفر 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 مليانه بكتيريا، تمام البكتيريا دي لازقه على سطح السنه وما بين السنه واللثه، فهي بتطلع سموم، السموم دي بتشتغل على السنه وبتشتغل على العظم، بس الاسهل ذوبانه العظم اسهل من السنه، تمام لدرجه ان انت بتلاقي المدخنين بشده او مرضى السكر، اكتر ناس اللي مش منتظم السكر عندهم، اكتر ناس عندهم تاكل العظم لدرجه ان السنه تكون سليمه ما فيهاش ولا اي حاجه لكن بتتحرك. بيجي المريض يقول لك يا دكتور انا اسناني طولت. لا هي ما طولتش، هو العظم طولت او بتبقى سناني كويسه بس هي بتتحرك ليه يا دكتوره؟ تمام. مش مقتنع، ما فيهاش تسويس، فاكر ان التسويس هو بس اللي بيبوظ السنه.